معنا ثلاثة ديال الأصدقاء، نو سوم دي روتخيت ديال المؤسسة ديال المؤسسة خلاص بالبان نذكروها. جينا اليوم باش نشجعوا الفريق الوطني، وخلاص هذا واجب، هذا واجب وأقل ما يمكن يديروا الواحد، نجيو نعيشوا هذه الأجواء الاحتفالية وهذه الأجواء الجميلة. وكنتمناو للفريق ديالنا أنه اليوم يثق في راسه ويلعب كرة ويلعب كمجموعة، ما يلعبش كأفراد ولا يلعب كأشخاص ولا يلعب كنجوم. وراه إن شاء الله بحول الله كنتوقعوا أن المغرب غادي ينتصر على كرواتيا. علاش؟ لأن عندنا النجوم ديالنا وعندنا التقنيين ديالنا وعندنا في رجلنا الوليدات ديالنا، إن شاء الله يستحقوا الرباح ويستحقوا كاع يدوزوا للدور الثاني، وعلاش لا يدوزوا ويطلعوا يعني مزيان في هذه الإحصائيات العالمية. هذا الحماس كيفرح صراحة، وكنظن بأن ما غيكونش فقط هنا في هذا المكان هذا، بل غادي يكون في جميع الأرجاء ديال الوطن وخارج الوطن. المغاربة فين ما كانوا سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن تيموتوا على بلادهم وكيتمتعوا بواحد الوطنية كبيرة، وكلهم وراء الأسود، وإن شاء الله بحول الله نربحوا. أنا البارح ملي شفت النتيجة ديال السعودية وربحات الأرجنتين قلت للأصدقاء اللي كانوا معايا حيت تفرجت واحد القهيوة مع الأصدقاء، قلت لهم بأن هذا مؤشر على أساس أن الفريق الوطني ديالنا إن شاء الله بحول الله ترتفع المعنويات ديالو ويحاول حتى هو يثق في راسو أكثر ويربح كرواتيا، وعلاش لا؟ واخا كرواتيا وصيف ديال بطل العالم، ف يعني في الملعب فين غادي يبانوا يعني اللعابه ويبان الفريق، وان شاء الله بحول الله اللعابه اللي عندنا نجوم ونجوم كبار، يكفي انهم يثقوا في راسهم، ان شاء الله النتيجه تكون ايجابيه.